ما معنى اسم سيليا؟ قبل ذكر المعنى الخاص باسم سيليا، يجب أن نذكر أن الاسم لم يرد له معنى في معاجم اللغة العربية أو المعجم الرئيسي الخاص بمعاني الأسماء، ولكن بالبحث عن اسم سيليا وجدنا في بعض المعاجم الأخرى أن هذا الاسم يعني الجنة، ويقصد بها هنا الأرض الخضراء أو المزروعة، أي الحدائق ومثل هذه الأماكن. توجد عدد من الآراء حول الأصل الخاص باسم سيليا، وعلى الرغم من وجود أكثر من رأي، إلا أن جميع المعاجم تشير إلى الأصل الإعجمي الخاص باسم سيليا. وتذكر بعض المعاجم أن اسم سيليا ذات أصل لاتيني، ومنه جاء المعنى الخاص بها الجنة، بينما تقول معاجم أخرى أن الاسم من الأصل الأمازيغي. على الرغم من عدم انتشار اسم سيليا في الوطن العربي، إلا أن هناك العديد من الفتيات في جميع أنحاء العالم تعرف باسم سيليا، وتعرف هذه الفتيات بعدد من الصفات المشتركة والتي اتفق عليها جميع من تعاملوا معهن. ومن هؤلاء الفتيات يمكن القول بأن كل أنثى تحمل اسم سيليا تتصف بعشق الحرية وتكره المكوث في البيت، تحب السفر والرحلات وتعشق المغامرات وتجربة كل جديد، ذات شخصية قيادية وقوية تتمتع بالحيوية والنشاط وخفة الدم، تحب شراء كل ما هو جديد وتتميز بالأناقة خاصة في ملبسها. من المشاهير المعروفة باسم سيليا سانشيز، أحد أشهر إناث العالم أجمع التي يعرفن باسم سيليا، وهي مناضلة كوبية كانت صديقة مقربة لفيديل كاسترو. سيليا كاي، وهي صديقة لاعب كرة القدم الشهير أوليفي جيرو، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي سابقا، وهي عارضة أزياء شهيرة. هناك أيضا سيليا ماريا كوتشينيتي، والدة البرغوث الأرجنتيني نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي. لا يحمل اسم سيليا أي معنى مسيء، ويحرم بسببه التسمي في الدين الإسلامي، على الرغم من أنه اسم أعجمي الأصل، إلا أنه جائز إطلاقه على عدد من الإناث المسلمات دون وجود مانع لذلك، مع العلم أن علماء الدين قد أكدوا على ضرورة التأكد من معنى الاسم قبل اختياره ليكون اسما لأحد أطفالنا الإناث المسلمات.